أحسن الله إليك. فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله، وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه. ويحرم الوكيل، لو أن الوكيل إنسان مثلا وكل شخصا أن يذبح له أضحية، فذبح الأضحية وقسمها بين الناس إلى أكل وقسم، فهل يضمن أو لا؟ نقول إن أذن له صاحب الأضحية بذلك فلا ضمان، وإن لم يأذن له، يعني إذا أذن له لفظا أو أذن له عرفا فلا ضمان، وإن لم يأذن له فإنه يضمن. إذا عندنا ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يأذن له إذنا لفظيا بأن قال اذبح الأضحية وتصرف فيها كما شئت، والحالة الثانية أن لا يأذن له إذنا لفظيا لكن العرف جار بهذا، وأن الإنسان إذا وكل شخصا في الأضحية فإنه يتصرف فيها، فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا كما سبق. والحالة الثالثة أن لا يأذن له، أو أن لا يكون هناك إذن لا لفظي ولا عرفي، فعليه أن يضمن. فلو ذبح الأضحية ثم لم يسلم للمالك الأضحية، لم يسلم له شيئا، قال أنا قد وزعتها على المحتاجين وعلى الفقراء، فيقال من الذي أذن لك؟ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم.